السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، وحلقة جديدة من تغطيتنا لهذا اليوم والملفات الأمنية الساخنة في محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل، وكذلك الملف السياسي المشهود من خلال جلسة البرلمان التي عقدت مساء أمس. اليوم في الملف الأمني يعني الكثير من التناقضات بين تصريحات المسؤولين الأمنيين وكذلك المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين. هناك من يطالب بتعزيز الأمن من خلال تصريحات المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين، وهناك من يقول من القادة العسكريين الأمنيين أن الهجمات التي يخوضها أو يشنها تنظيم داعش على القطاعات الأمنية على باقي مناطق التي يسيطر عليها في محافظة صلاح الدين، بالتأكيد تنظيم داعش، هي ليست بدرجة البالغة الخطورة، وهذا يؤشر على وجود إما عدم تنسيق أما عدم أنه ما موجود على الأرض يختلف بما يصل إلى القادة المحليين أو المسؤولين المحليين بسبب انفراج أو انفتاح الملفين عن بعضهما البعض. سابقا كان محافظ أو رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة، وهو المحافظ هو كان رئيس اللجنة الأمنية قبل دخول تنظيم داعش، الآن ليست له صلاحيات أمنية بخصوص الملف الأمني، أصبحت وانتقلت إلى القيادات، قيادات عمليات العسكرية المتواجدة في المحافظات، وبالتأكيد هناك أكثر من قيادة عمليات في جميع محافظات الغربية، إذا كان سواء كانت في محافظة الأنبار أو في محافظة صلاح الدين أو في محافظة نينوى. عموما أن موضوعنا اليوم هو موضوع التحديات الأمنية في المحافظات الغربية بين تصحيح المسار السياسي والخلافات. طبعا هذا جزئين بهذا العنوان، الجزء الأول هو الملف الأمني اللي تكلمنا عليه قبل قليل أو نوهنا بمداخلة صغيرة. ما يشكل الخوف في محافظة صلاح الدين من خلال تصريحات المسؤولين وإثارة المخاوف عن عودة تنظيم داعش إلى الأجزاء الشرقية وتهديداتها للأجزاء الشرقية بسبب وجوده أو تمركزه في محافظة كركوك بمدينة أو بقضاء الحويجة وسيطرته على باقي القرى القريبة وصولا إلى منطقة الفتحة في بيجي، وكذلك وصولا إلى منطقة مطيبيجة المترامية الأطراف والمنطقة الصحراوية الواسعة بين محافظتي صلاح الدين وكذلك ديالى. هذه المنطقتين دائما ما يشن تنظيم داعش أو يتسرب عناصر داعش من خلالها إلى أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين لشن عمليات إرهابية سواء كانت على المواطنين أو على القوات الأمنية، وما شهدته محافظة صلاح الدين خلال الأيام الماضية خير دليل على أن قدرة تنظيم داعش على شن تلك العمليات، ولو أن بعض السياسيين وكذلك بعض المحللين العسكريين يقولون أن تنظيم داعش ككتلة عسكرية انهار تماما، لكن المشكلة في أجزائها المتشظي من خلاله وتناثر بأشخاص أو عناصر قليلة من هنا وهناك قادرة على التسلل وشن الهجمات. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي من غرفة الأخبار الزميل عبد الرحمن النجار ليسلط لنا الضوء بشكل موسع عن مجريات الأحداث في محافظة صلاح الدين. مرحبا بك زميلي عبد الرحمن. أهلا أحمد، أهلا بك. تفضل. أهلا بك. حقيقة الآن الوضع في صلاح الدين حاليا منقسم إلى قسمين. نعم. لدينا الآن قسم الأمني وهو القسم الأكبر بعد أن كان القسم الإنساني أو الجانب الإنساني في المحافظة مستحوذ على كافة الجوانب ومستحوذ على كافة المواضيع، حتى أنه استحوذ على مواضيع الأمار وموازنات المحافظة وما تلاها من مشاكل. الآن محافظة صلاح الدين تشهد توترا أمنيا كبيرا في الكثير من المناطق، سواء أو المناطق الشرقية أو الشمالية الشرقية وحتى جنوبا وحتى غربا من المحافظة. الآن تتمثل في صلاح الدين. عبد الرحمن إذا كنت تسمعني يوجد خلل بالصوت، إذا كنت تسمعني انتظر معنا دقائق، سوف نعاود الانتقال إليك بعد دقائق بعد إجراء هذا الخطأ الفني. يعني هناك مشاكل كثيرة بمحافظة
صلاح الدين، مشاكل على المستوى الأمني وأخرى على المستوى الإنساني. بغض النظر عن الإنساني والذي دائما ما يتراود على تصريحات المسؤولين أن هناك مشكلة إنسانية تقع في مناطق محاصرة موجود فيها العديد من المواطنين التابعين لمحافظة صلاح الدين، وأخرى لنازحين موجودين في مناطق مستقرة أمنيا في قضاء تكريت والشرقاط، أيمن الشرقاط والدور والعلم ومخيمات كثيرة وفي سامراء أيضا. هذه المناطق كلها توجد فيها أعداد كبيرة من نازحي محافظة صلاح الدين. القسم الأكبر والكبير هم من نازحي قضاء بيجي وكذلك ناحية يثرب، إضافة إلى أن هناك مخيمات في خارج المحافظة في إقليم كردستان وأخرى في محافظة بغداد وأيضا أجزاء متناثرة من المحافظات الجنوبية فيهم نازحين من محافظة صلاح الدين. أيضا هؤلاء لا يزالون ينتظرون أمر العودة. المشكلة أن هنا أمنية وعشائرية بخصوص عودة النازحين، لكننا لسنا بصدد هذا الموضوع بدرجة أكبر من أننا نسلط الضوء على المشكلة الأمنية اليوم بعد تحرير محافظة صلاح الدين بشكل يصل إلى 95% أو أقل من ذلك أو أكثر، لا نعلم النسبة بالكامل، لكن بتصريحات المسؤولين أن النسبة المتبقية لمحافظة صلاح الدين بيد تنظيم داعش هي نسبة قليلة جدا وقد تكون يعني غير مقنعة إن باتت لحد هذه اللحظة. القوات الأمنية غير قادرة على التقدم وإنهاء هذا الملف في محافظة صلاح الدين. المشكلة الأخرى مشكلة المشتركات بين المحافظات. محافظة ديالى تمتد إلى محافظة صلاح الدين بمناطق صحراوية، وكذلك محافظة الأنبار تمتد مع محافظة صلاح الدين بمناطق صحراوية، وهاتين المنطقتين ينتشر بها تنظيم داعش، يتواجد بها تنظيم داعش، وأغلب القادة الأمنيين سواء كانوا في قيادات العمليات التابعة للمحافظات أو العمليات المشتركة يشيرون إلى أن ضرورة وجود قطعات كبيرة لمسك الأرض في هذا، ولا يمكن لأي جيش في العالم مسك الأرض بمناطق صحراوية وهذا معهود ومعروف. لكن هناك عدة عوامل ممكن أن تساعد على غلق هاتين المنطقتين بشكل كامل أمام تسلل عناصر تنظيم داعش وتأكيد الأمن من داخل المحافظة. هذا العامل يجب أن يتوافر فيه فرص تبادل الثقة بين الأجهزة الأمنية وبين المواطنين. الآن الحمد لله الصورة اختلفت عن القوات الأمنية فيما كانت قبل دخول تنظيم داعش. اليوم المواطنين متعاونين جدا مع العناصر الأمنية في مسألة إثارة ملف تواجد عناصر تنظيم داعش، وكذلك في مسألة حساسة لا يمكن مناقشتها بشكل مستفيض لولا وجود قادة أمنيين، وهي مسألة الخلايا النائمة الذي يعتمد على الجهد الاستخباري بشكل كامل. ويبدو أن العطل تم إصلاحه، وعودة للزميل عبد الرحمن في غرفة الأخبار ليطلعنا على آخر المستجدات وآخر التصريحات بخصوص ملف الأمن في محافظة صلاح الدين. إليك عبد الرحمن. نعم أحمد، كما قلت لك ودعني أستطرد لك بالتفاصيل. حاليا نحن في صلاح الدين لدينا مشكلتين، قلت لك أن المشكلة الإنسانية والمشكلة الأمنية. بعد أن تعدينا المشكلة الإنسانية وهو حينما خفت الوطأة الأمنية على مناطق أو على البؤر الرخوة في صلاح الدين، عادت إلينا مرة ثانية من جديد. القيادات الأمنية الموجودة الأربعة التي تمسك بالملف الأمني في المحافظة، وهي قيادة كل من قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء إضافة إلى قيادة عمليات دجلة وشرق دجلة، هذا بغض النظر عن الحشود العشائرية والحشد أو هيئة الحشد الشعبي، كل هذه القيادات حاليا هناك توتر واضح بين القيادات في موضوع مسك الملف الأمني، خاصة التنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة. كذلك لدينا عمق المحافظة، البؤرة الأكبر لداعش في المحافظة وهي مسألة الجانب الأيسر من الشرقاط. نحن نعلم أن القوات الأمنية يعني منذ السادس من حزيران للسنة المنصرمة حررت وبفترة قياسية الجانب الأيمن من الشرقاط. الأيمن كان بفترة قياسية ولم تتجاوز عشرات الأيام، يمكن يعني أسبوع أو أسبوعين فقط. الآن نفس الموضوع أعيد من جديد، يعني حاليا أبناء العشائر والحشود تعبر عن استعدادها وحماسها
لكي تكسر خطوط الصد وتذهب لتحرير المحاصر في الجنب، لكن قرار إلى حد هذه اللحظة من القائد العام للقوات المسلحة، وهذا قد يشكل جدل كبير يعني امتد كما سمعنا لدى سياسيين وحتى ممثلين أيضا في البرلمان خلال الأيام الماضية. يمكن اليوم يعني البارحة أو ما قبل البارحة سمعنا بانتفاضة، يعني أمر شبيه بالانتفاضة الشعبية موجودة في الساحل الأيسر من الشرقاط. زمرة من الشبان المنتفضين المناهضين لداعش ولفكر داعش قاموا بالسيطرة على بعض المفارز الأمنية التابعة لسيطرة التنظيم. طبعا هذا وضع التنظيم في حالة من الهلع والخلل الأمنية. نعم نعم زميلي عبد الرحمن. نعم نعم زميلي عبد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، ونتمنى أن تكون هناك تفاصيل موسعة في نشرتنا القادمة الساعة 8 على قناة سامراء الفضائية. شكرا جزيلا لك زميلي عبد الرحمن. نعود إلى هذه التفاصيل التي أشار إليها الزميل عبد الرحمن من غرفة الأخبار، أن موضوع الشرقاط هو أسخن المواضيع التي يتطلب من القيادات الأمنية حسم هذا الملف، وهو الساحل الأيسر. لحد الآن أكثر من 6 استعدادات أو 5 استعدادات تشار من قبل القيادات الأمنية حول قيام القوات الأمنية باستعادة هذا الجانب من سيطرة تنظيم داعش، لكن إلى الآن لم نلحظ أي تحرك عسكري واضح من قبل القوات الأمنية واكتفائها بالبقاء على مناطق خطوط الصد، وهذا كمراقبين يؤشر أنه خطر جدا بسبب تراخي القوات الأمنية، بسبب عدم مقدرتها إلى متابعة تسللات تنظيم داعش خلال الأيام المتقادمة، الأيام التي تتوالى يوما بعد يوم. هذا الموضوع مؤشر لدى أيضا المسؤولين في محافظة صلاح الدين. هناك محافظ صلاح الدين أشر على أن خطورة الأجزاء الشرقية من محافظة صلاح الدين وإمكانية عودة تنظيم داعش إلى مناطق مثل قضاء الدور وغيرها وقضاء وناحية العلم أو قضاء العلم وغيرها من هذه الأقضية، ممكن أن تنظيم داعش أن يعود بسبب تمركزه، بسبب تسرب عناصره من الموصل من 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 الحويجة من ديالى إلى مناطق طيبيجة، وهذه الأكثر هي مناطق سخونة وخطورة على القوات الأمنية وعلى محافظة صلاح الدين. ناهيك على الملف الآخر الساخن وهو ملف بيجي. بيجي قضاء بيجي تم السيطرة عليه من قبل القوات الأمنية بشكل كامل إلى بعض المناطق، هي في منطقة الحراريات وكذلك منطقة الفتحة. هذه المنطقة هي مشتركة بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش. داعش بدأ بالهجوم وبدأ بتكرار الهجمات على القوات الأمنية منذ سماع موافقة قيادة الحشد الشعبي وكذلك قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة على إعادة الحياة إلى هذا القضاء. هذا الموضوع بدأ أنه سيؤخر من عملية عودة النازحين، لكن لحد الآن الأمور الآليات لإعادة الحياة إلى القضاء تسير وفق ما مخطط، وفق ما تم اتفاق عليه بين القيادات الأمنية والمسؤولين المحليين في قضاء بيجي، والأيام القريبة سوف تكشف عن الكثير من تفاصيل عودة النازحين في مناطق محددة بداية، ومن ثم وصولا إلى تغطية كاملة إلى أوضاع قضاء بيجي وإعادة النازحين في هذا القضاء. أما في الملف الإنساني، هنا ازدواجية الموضوع بالنسبة للملف الإنساني سواء كان في محافظة صلاح الدين أو في الموصل، عدم الاستعدادات الكافية من قبل الحكومة وتوجيه نظرها فقط على العمل العسكري أخر أو ضعف من جهودها في بلملمة أوراق ملف النزوح بالنسبة للمواطنين، والأعداد الكبيرة أيضا المتواجدة في الموصل والأعداد الكبيرة القابعة في المخيمات ومناطقها محررة لحد هذه اللحظة، أيضا هذه أعباء متراكمة على الحكومة المركزية والمحلية في إدارة هاتين الملفين. الملف الأهم في هذا الموضوع هو ملف نازحي محافظة صلاح الدين. الكثير من المناطق والأقضية والنواحي محررة، لكن المشكلة هي مشكلة عسكرية أمنية صرفة وكذلك مشكلة عشائرية. المشكلة العشائرية بأغلب تصريحات المسؤولين سواء كانوا نواب عن المحافظة أو مسؤولين بالمحافظة محليين في إدارة المحافظة يقولون أن المبالغ
تم استكمالها أو جزء منها كبير أو جزء كبير منها تم تسليمها إلى العشائر، لكن إلى الآن لم نرى أي آلية بخصوص عودة النازحين إلى ناحية يثرب، وكذلك عندنا نازحين في سليمان بيك. لحد الآن ترقية قضاء آمرلي إلى قضاء أو ناحية آمرلي إلى قضاء وسليمان بيك تابعة إلى هذا القضاء، لم يتم إلى الآن التطرق إلى مسألة عودة نازحي مناطق سليمان بيك. هذين الملفين وهذه الملفات ساخنة وكبيرة، لاحظنا الكثير من الاختلافات والتناقضات بين القيادات الأمنية وبين المسؤولين المحليين حول ملف الأمني في المحافظة، وبهذا يكون أن على الحكومة المحلية الضغط الشديد باتجاه الحكومة المركزية لاستمالة قدراتها أو جزء من قدراتها العسكرية من الموصل باتجاه تحرير محافظة أو ما تبقى من محافظة صلاح الدين. فاصل قصير ومن ثم نعيد لتكملة تغطيتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. التحديات الأمنية في المحافظات الغربية بين تصحيح المسار السياسي والخلافات عنوان حلقتنا لهذا اليوم، وسلطنا الضوء على الملف الأمني في محافظة صلاح الدين. ولتسليط الضوء أكثر ينضم معي عبر الهاتف السيد فاضل أبو رغيف المحلل الاستراتيجي. مرحبا بك أستاذ فاضل. حياكم الله حبيبي. سيد فاضل، يعني أكثر من ستة استعدادات أعلنت لتحرير الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط، ولحد هاللحظة لم نشهد أي تحرك أمني على هذا المستوى، كيف ترى هذا الموضوع؟ نعم، بدل تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني بالطبع هذه المناطق سيما الحويجة ومطيبيجة والجلام والشرقاط يعني حقيقة مناطق تكاد تكون يعني يسموها بالفقه العسكري عقد إقلاق أو عقد إزعاج للقطاعات الأمنية، لكن القطاعات الأمنية التي هبت لتنفيذ عملية قادمون نينوى في 17 من الشهر العاشر من العام المنقضي اتخذت قرارا باتباع أسلوب التخفي والعزل، بمعنى أن تجعل تلك الخوافر المزعجة معزولة وبعيدة عن القطاعات الأمنية، مع الأخذ بنظر الاعتبار إبقاء تلك المناطق تحت مرمى النيران وتحت مرمى النظر وتحت رؤية الأجهزة الاستخبارية والبيانات اليومية والتقارير التي تطالعنا فيها الأجهزة الاستخبارية حول مدى وخطورة والحد من خطورة تلك المناطق. نعم. اليوم حقيقة الشرقاط تكاد تكون يعني منطقة يعني نصفها يكاد يكون قلق وغير مؤمن، والنصف الآخر يكاد يكون مؤمن. التعاون هناك، نعم هناك تعاون واضح ومضطرد من قبل العشائر العربية السنية الكريمة هناك، طبعا ليس فقط في الشرقاط، في كل المحافظات، في كل المحافظات الغربية والشمالية من الوطن هناك تعاون واضح من قبل العشائر العربية السنية في هذا الصدد. لذلك يعني أولا الشرقاط والحويجة ومطيبيجة والجلام ومناطق الفاصلة ما بين حدود محافظة صلاح الدين ومحافظة الديالة يعني هنا يراد لها عملية تنسيق، عملية هجوم كبير وكاسح، وأيضا بالتعاون مع الشيوخ وعشائر والحشود الشعبية من العشائر العربية التي تصطف هناك وتريد أن تسترجع الأرض وتريد أن تعود إلى سالف عهدها. هنا يراد له قرار من القائد العام القوات المسلحة واستعدادات أخرى، أيضا سيما إذا علمنا أن قيادة عمليات شرق دجلة هي الآن جاهزة فضلا عن قيادة عمليات صلاح الدين هي جاهزة الآن، بما أن هناك معلومات استخباراتية واضحة وجلية من محافظة صلاح الدين. يعني حقيقة هناك عدة ظروف ملائمة، الآن الأرضية مجهزة، البيئة كلها خصبة باتجاه تحرير وطرد كل ما تبقى من جيوب
داعش في تلك المناطق عنفة الذكر. طيب استاذ فاضل، يعني بصفتك محلل استراتيجي وامني بهذا الموضوع، التناقضات بين التصريحات، هناك مسؤولين محليين بمحافظة صلاح الدين أثاروا مخاوف من عودة تنظيم داعش إلى مناطق تم تحريرها، وبالجانب الآخر القادة الأمنيين والقادة في العمليات العسكرية يخففون أو من وطأة هذه الهجمات، كيف يمكن يعني فهم هذين المتناقضين من تصريحات؟ يعني هناك نظرة من قبل المدني ونظرة أخرى بمعيار آخر من قبل العسكري والحرفي والأمني. الأمني المدني دائما يتحسس بطريقة إعلامية ويتحسس بطريقة عاطفية على عكس الأمني الاستخباري والميداني والعسكري، إنما يستشعر الخطر بطريقة معطيات، بمعنى إن حينما تكون هناك مجسات في الأجهزة الاستخبارية بوجود تهديد يشكل خطر في هذا المفصل أو في هذه العقدة، عندها يتم رفع تقارير عاجلة واتخاذ إجراءات لازمة، كما حصل قبل شهرين في أحد التلال القريبة من تكريت حينما هجم أكثر من 50 انتحاري تم استنكان وقتل أكثر من 30 منهم في هذه المحافظة العزيزة على قلبنا وفي هذه المنطقة أيضا تكريت. لذلك أعتقد أن هذه المخاوف، يعني أنا مع هذه المخاوف بصراحة، لكني أقول أن هذه المخاوف لا ترتقي إلى أن تصبح تهديدا أو تصبح انهيارا أمنيا بقدر ما الوضع مسيطر عليه. يعني مدير استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين فككت مجموعة تناهز 15 فردا كانت تخطط لأعمال إرهابية كبيرة جدا، بموجبها تم إحباط هذه العملية ومثلها عمليات أخرى، تم القبض على ناقلين، على راكبين، على أصحاب مضافات، على يعني على أشخاص كانوا يريدون يعني أن يحدثوا فتنة تارة أخرى في سامراء العزيزة. لذلك حقيقة تم إجهاض هذه العملية بالعملية الإرهابية بموجب معلومات استخبارية، وألقي القبض وتم تفكيك تلك يعني المجموعات الإرهابية التي تتشكل بين الفينة والأخرى. نعم سيد فاضل، بما أنه تطرقنا على الملف ملف بطيبيجة وملف المناطق الصحراوية المتاخمة بين محافظة صلاح الدين وديالة، لكن بعض ما يقوله المحللين ومن جملة هذا الأقوال أن عملية تحرير باقي صلاح الدين هي منفصلة عن الموصل، وبعض السياسيين أيضا أشاروا إلى هذا الموضوع، أنتم كيف ترون هذا؟ يعني أنا أرى أنه أولا كانت العمليات المشتركة حقيقة هي صاحبة الأمر في توزيع المهام وإعطاء الأذونات لأمر من القائد العام للقوات المسلحة في التوجه في تشريع أي طاقة وفي توجيه أي قوة لتطهير هذه المنطقة على حساب تلك المنطقة. لذلك هناك أولويات، بمعنى أن مثلا الحويجة، يعني الحويجة تكاد تكون تم قطع أوصالها، تم قطع خطوط الإمداد، خلا بعض خطوط الإمداد التي قد تصلها نظرا لجغرافيا المعقدة لهذه المدينة التي تعتمد الزراعة في وجودها، ولذلك تسكنها عشائر عربية سنية كريمة. هذه العشائر حقيقة أيضا يعني قد ألحقها الضرر والأذى من توسع. لذلك نعم أعتقد أنه من الضروري جدا بمقام يعني أن تكون هناك عملية كبرى لغرض نزع سفين كافة تلك الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تستوطن في تلك المناطق التي يعني حقيقة تعشعش فيها الإرهاب ومدد صورة لسنوات كثيرة. فيعني لو يعني منطقة حويجة يعني هي بمستوى قضاء، هذه المنطقة طبعا يعني هي قريبة جدا، تكاد تكون أكثر من 70 كيلومتر عن العلم و 130 كيلومتر عن الدور، وفيها يعني على مقربة من الشرقات لا تتجاوز أكثر من 45 كيلومتر، وهذه طبعا ما يجعلها منطقة يعني خطة للإرهاب، أنها يعني ذات طبيعة زراعية شاسعة وفيها أكثر من 90 متر مربع، فيها عشائر كثيرة وكبيرة وهي تحاذي مناطق جبال حمري وتحاذي الموصل وتحاذي منطقة العباسي للرياض وتحاذي منطقة الدبس من جهة ملا عبد الله ومخطف خالد، وهناك ايضا بالجهه الاخرى ايضا فيها شارع مرتبط بالدوس، وهذه طبعا هاي تأهل ان تصبح حقيقه قضاء، هي بمستوى قضاء ما اعرف هي ناحيه بس هي بمستوى قضاء، هذه أهلها ان تكون من المناطق المرشحه لان تبقى ساخنه ما لن يكون هناك تدخل. لكن اعتقد ان امتياز العمليات المشتركه والقائد العام للقوات المسلحه اخذوا بعين الاعتبار ان هذه المنطقه من الضروري جدا ان هناك تكون عمليه لكن في وقتها المحدد
الذي تكون هو أنسب لها بهذا الزمن. جميل جدا، نترك هذا الموضوع للعمليات المشتركة، لكن سيد فاضل ألا تعتقد أن تركيز الحكومة المركزية على البؤر الكبيرة وتسليط العمل العسكري عليها وتركها لبؤر ضعيفة ورخوة في مناطق أو محافظات أخرى، هذه البؤر الصغيرة ألا تؤثر على الوضع الأمني في تقادم الأيام مثل ما كان وحدث قبل دخول داعش؟ يعني دعني أبرهن لك يعني صحة اعتقاد نظريتي، وقد تكون هناك بؤر في نظريتك، يعني الاختلاف في النظريات لا يفيد المنتخبية كما يعبرون. يعني هناك خلية الصقور تنف الضربات في أقصى غرب الأنبار، يعني في القائم وعكاشات. البعض قال لماذا تلك الضربات؟ لماذا لا يكون هنا مناطق خواطر لبغداد، مناطق الطارمية المشاهدة كذا؟ الأمر كيف؟ الأمر أن تلك المفخخات والانتحاريون بذمتهم يأتون من مناطق فصيل، بمعنى اليوم الحويجة والشرقاط وهذه المناطق هي تتغذى بالأصل ابتداء من منطقتين، من الموصل ومن القائم. الموصل ها هي تناهز على التحرير، والقائم من بعد ذلك ان شاء الله قد تكون محطه لاحقه فيما لو قرر القائم على القوات المسلحه عمليه واسعه عليها. لكن الذي اريد ان اقوله ان هذه البؤر الضعيفه والخواص التي جنابك نوهت عنها هي بؤر تستلهم قوتها من البؤر الكبيره. فنحن اذا اردنا القضاء على البؤر الصغيره علينا بدل ان نقتل البعوض ان نجسس المستنقع. المستنقع هي تلك المناطق الكبيره التي يتعشعش فيها داعش ويأسر فيها داعش الأهالي ويجبرهم ويشغلهم. لذلك أعتقد أنه من المناسب جدا القضاء على مناطق البعاد، المناطق التي يعني الدواعش الذين يسكنون تلك المناطق وليس أهالي المناطق. أهالي المناطق هم مغلوبون على أمرهم، وهم تعاون وتعاون مضطرد وكبير، كما حدث التعاون مثلا في محافظة ديالى والتكليف والدور والعلم. واخيرا وقبل الموسم كانت الانبار حقيقه بذلت العشائر العربيه هم الانبار دورا كبيرا حقيقه يستحق ان نرفع له القبعات في الاسراع والتعجيل في تحرير تلك المناطق. نعم، المحلل الاستراتيجي من بغداد كنت معي عبر الهاتف السيد فاضل ابو رغيف، شكرا جزيلا لك. وبانتقاله الى الجزء الثاني السياسي والخاص بتصحيح المسار السياسي والخلافات، هذا سنتناوله بعد فاصل قصير إن شاء الله، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، الجزء الثاني سياسي تصحيح المسار السياسي والخلافات بين الكتل السياسية. منذ أمس وأكثر قبل أيام لم تعقد اللجنة الخبراء أي جلسة بخصوص إعادة وانتخاب رئيسا للجنة الخبراء الخاصة بانتخاب وترشيح أعضاء لمجلس المفوضية المستقلة للانتخابات. هذا الإشكال السياسي بين الكتل السياسية انعكس بشكل سلبي على متطلبات المتظاهرين الخاصة بإلغاء أو استبدال أعضاء مجلس المفوضية الخاصة بالانتخابات القادمة. لحد هذه اللحظة لم تكن هناك أي صورة توافقات على الشخصية الرئيسية التي ستتسلم ملف أو تتسلم رئاسة لجنة الخبراء الخاصة بتقييم المرشحين لمجلس المفوضية. وهناك مؤتمرات خصوصا كتلة الأحرار التي قادت بشكل أو بآخر التظاهرات الخاصة بالمطالبة بإنهاء ملف مجلس المفوضية وتغيير أعضاء المفوضية، خرجت بمؤتمر خاص لحل المشكلة، وهو حل توافقي أيضا إلى جانب الكتل السياسية التي صرحت بالكثير من التصريحات. لنشاهد هذا التصريح أو المؤتمر الخاص بكتلة الأحرار الخاص بلجنة الخبراء. التلكؤ الحاصل الذي وقعت به لجنة الخبراء، حيث كان من المقرر أن تعقد جلسة لهذا اليوم الساعة 1 ظهرا لاختيار رئيس اللجنة، فوجئنا بتأجيل هذا الاجتماع للمرة الثالثة. ونعتقد السبب الرئيسي لتأجيل هو الاعتراض على الشخصية المقترحة لتسنم رئاسة هذه اللجنة. لذا نحن نقترح
كأعضاء في هذه اللجنة عن كتلة الأحرار أن يكون المرشح هو السيد عبد الهادي الحكيم باعتباره شخصية توافقية مقبولة لدى كل الأطراف ويتمتع. من خلال الجزء الأول للمؤتمر نرى أن إذا كانت نية وغاية الكتل السياسية تصحيح المسار السياسي للعملية السياسية هو اختيار شخصيات مقبولة من قبل جميع الكتل السياسية بغض النظر عن رأي المواطن وبغض النظر عن الشعب العراقي، لأن هذا معهود لدى الكتل السياسية أن تختار شخصية حتى لو كانت الشعب العراقي لم ينتخبها، من باب الديمقراطية من باب التكنوقراط. لحد هذه اللحظة جميع الكتل السياسية لم تتفق على هذه الشخصية، ومثل ما تفضل أحد أعضاء كتلة الأحرار وهو عضو بلجنة الخبراء، اختيار الشخصية شخصية السيد عبد الهادي الحكيم، وهو شخصية معروفة في مجلس النواب، وهو الذي قاد أكثر عمليات الاستجواب بالنسبة للوزراء وكذلك للسياسيين. هذه الشخصية مقبولة لدى جميع الكتل السياسية، لحد اللحظة لم يتم التوافق على هذه الشخصية لتسنم رئاسة لجنة الخبراء. لكن في الجزء الثاني من المؤتمر أشارت لجنة الخبراء أو أعضاء لجنة الخبراء إلى مسألة خطيرة بمسألة التواقيت، لنشاهد هذه المسألة من خلال هذا المؤتمر ثم نعيد لنعلق على الموضوع. سأل اللجنة، لذا نحن نعتقد إذا تأخر الموضوع أكثر من هذا الوقت سوف نفقد المواقيت اللازمة لتغيير المفوضية الحالية. لدينا أيضا شعور بأن هناك تعمد من بعض أعضاء اللجنة لتأخير عمل اللجنة، لأنه قد يكون في نيتهم الإبقاء على المفوضية الحالية. ندعو كل أعضاء اللجنة أن يكونوا أكثر شفافية، أن يحضروا الاجتماعات التي تدعو إليها اللجنة. يوم غد سوف يكون هناك اجتماع، نتمنى أن يكون حضور لكل أعضاء لجنة الخبراء لكي نمضي باختيار الرئيس ووضع الجداول الزمنية المعقولة والمتوافقة مع الوقت المتبقي لإكمال عمل هذه اللجنة. لذا أكرر دعوتي لكل الأخوة أن يكونوا متواجدين يوم غد لاختيار الرئيس. تعلمون أن هناك مواقيت محددة جدا، انحصرنا في مواقيت محددة جدا. أول خطوة وهي اللي طالب بها الشارع العراقي اليوم أن تنزل استمارة الترشيح أو قبول الترشيحات على الموقع الإلكتروني للجنة لكي يعني استمعنا إلى الجزء الثاني والذي أشار إلى أكثر تفاصيل بمسألة المواقيت الدستورية والقانونية بالنسبة لاختيار أعضاء مجلس المفوضية، وهذا محكوم بوقت يجب أن تكون على الحكومة المركزية وعلى البرلمان العراقي الدفع باتجاه اختيار أو رؤساء الكتل بين قوسين هم المعنيين بهذا الموضوع، الدفع باختيار رئيس للجنة الخبراء لغرض إنزال أو نشر الاستمارة الخاصة إلكترونيا على المفوضية، وهذا مطلب جماهيري ليتمكن الجميع من المواطنين، الجميع من يرغب أن يكون عضو في مجلس مفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يرشح نفسه، ومن خلال لجنة الخبراء ورئيس اللجنة يتم اختيار أعضاء اللجنة. لكن بين قوسين، نرجع نقول بين قوسين، إذا كانت الكتل السياسية غير راغبة بتغيير مجلس المفوضية الكائن أو الحالي، فهناك تبعات دستورية على هذا الموضوع، وذلك بسبب أنه ما خرجوا المتظاهرين على أعضاء مجلس المفوضية لولا أن هناك امتعاض من الشارع العراقي بسبب ازدواجية التعامل بهذا الموضوع. أيضا إضافة إلى ذلك عدم رغبة الكتل السياسية باختيار لجنة الخبراء وتأسيس ومأسسة هذا الموضوع وتركه بشكل منفصل عن اختيارات ورغبات الكتل السياسية أيضا يؤثر. يعني اليوم إذا خلصنا من هذه المشكلة لجنة الخبراء ومجلس المفوضية وتجاوزنا المواقيت ودخلنا لها من باب دستوري آخر وعقدنا جلسة برلمان في سبيل أن نبوب هذا التأخير قانونيا ودستوريا، راح نرجع بعد 4 سنوات أيضا نواجه نفس المشكلة، وذلك بسبب التوافق السياسي. لماذا لا يكون هناك مأسسة لهذا الموضوع، أن تكون هناك هيئة مستقلة حرفيا مشرف عليها الأمم المتحدة، تشرف عليها جهات محايدة للكتل السياسية تقوم على عاتقها بأخذ هذا الموضوع وإنهاء هذا الملف بشكل كامل؟
هذا الملف سياسي بحت يشار إلى من قبل الكثير من السياسيين. هناك الكثير من القادة السياسيين راغبين بتغيير اللجنة، عفوا بتغيير مجلس المفوضية، لكن بالمقابل أيضا هناك كتل سياسية غير راغبة أو خرج الموضوع من موضوع مأسسة وتغيير مجلس المفوضين إلى مشاكل بين الكتل السياسية، وهذا معهود بين البرلمان أن كل مشكلة وكل أزمة يواجهها العراق تنتقل من باب قانوني ودستوري من خلال تفصيل ومناقشة من داخل البرلمان إلى عداء شخصي بين الكتل السياسية، شخصي على مستوى الكتل السياسية ككتلة تواجه كتلة من داخل التحالف، أو على عداء طائفي أو خلاف طائفي بين الكتل السياسية على اختلاف مذاهبها وعلى اختلاف طوائفها. هذه أيضا مشكلة لابد من وجود حل جذري لهذه المسألة وإنهاء هذا الملف بشكل كامل، حتى يتسنى للحكومة وللبرلمان النظر في مسائل أخرى وتشريعات وقوانين أخرى مطالبها، وعمر هذه الدورة قصير جدا، وهناك الكثير من القوانين مؤجلة من دورات سابقة لحد هذه اللحظة، وهذه الدورة أوشكت على النهاية، ولحد الآن ما شفنا قوانين لها تأثير على أداء الحكومة، على أداء الحكومة المنتخبة من قبل البرلمان حتى تمكن الحكومة من إدارة ملف الدولة بشكل كامل. موضوعنا الآخر وهو موضوع منفصل عن موضوع اختيار لجنة الخبراء، وهو موضوع مطار الناصرية الدولي. مطار الناصرية الدولي، وقبل ما نذهب إلى مطار الناصرية يبدو أن الزملاء أن هناك تقرير. نعم، مطار الناصرية الدولي طبعا كلمة جميلة وعبارة جميلة، ونتمنى أنه في جميع محافظات العراق أن يكون هناك مطارا دوليا خاصا بمحافظة من محافظاتنا التي عانت الكثير منذ عام 2003، سواء كانت بعمليات عسكرية وإرهابية بسبب وجود تنظيم داعش أو وجود تنظيم القاعدة في وقتها، وبسبب الفساد المالي والإداري في عموم محافظات الجنوب. لكن ما يؤسفنا بأن التسمية غير مطابقة على الواقع. نحن هنا لا نثبط ولا نحبط من أعمال وزارة النقل أو وزير النقل، لا حاشا هذا الموضوع، أن هناك سعي جدي من قبل وزير النقل بمسألة إقامة أو فتح المطارات، وهي أغلبها مطارات عسكرية سابقة تم تحويلها والانتفاء حاجتها، تم تحويلها إلى مطارات مدنية. والخبراء العسكريين والخبراء في مجال المطارات يعلمون أن المدارج تختلف هنا وهناك، إلا بعض الإجراءات القليلة لمسألة تغيير هذه المدارج بالنسبة للطائرات القادمة. لكن حتى وإن كان هذا المطار داخلي يربط بين بغداد وبين البصرة وبين الموصل وبين الناصرية وبين أربيل وبين الناصرية، أيضا هناك حاجة إلى أن يكون هذا المطار بمقام الشعب العراقي، بغض النظر إذا كان دوليا ويستقبل وفود دولية من خارج البلاد، لكن الشعب العراقي قدم وضحى الكثير من التضحيات، سواء كان من أبنائه بدماءه من خلال تضحياته بالصبر على الفساد الإداري ونهب الأموال، لكن أنه الشعب العراقي يستحق أن يكون، وخصوصا محافظة الناصرية محافظة ذي قار قدمت الكثير من الشهداء في قوات الحشد الشعبي، آلاف آلاف ومؤلفة من أبناء محافظة ذي قار هم موجودين الآن يقاتلون مع القوات الأمنية، سواء كانوا بالحشد الشعبي أو بالقوات المسلحة، وقوافل شهداء تسير يوميا إلى تلك المحافظة. ألا يجدر بالحكومة المركزية أن تنظر إلى هذه المحافظة بعين الرعاية وأن يكون لها مطار يليق بها كمحافظة، بغض النظر على أنها هي محافظة قريبة عن البصرة وهناك أيضا مطار في البصرة، لكن إذا قارنا بين محافظة البصرة أو مطار البصرة المعمول سابقا أو يعني المشيد سابقا، ما جت هلسة الحكومة الحالية بعد 2003 وهي شدت مطار البصرة، لكن إذا أردنا نقارن فمقارنة جدا بعيدة. لهذا نستمع إلى مؤتمر السيد مازن المازني حول تصريحه حول موضوع مطار الناصرية وما قال بالنسبة لهذا المطار، لنستمع إلى المؤتمر. الصورة واضحة، المطار الناصرية يخلي يشوف الإعلام، خلي يشوف شلون وزارة النقل تتعاطى ويا المشاريع، بس جيب الكاميرات وصور وانفتح المشروع، صبة كونكريتية يكتب عليها مطار
ناصرية الدولي ومؤتمر صحفي يذكر بوزير النقل انه ماكو قاعات للمسافرين. حكي مال واحد شقي مو مال وزير. لذلك نطالب بما يلي: قيام رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بإعفاء الوزير الحالي للنقل من منصبه وإحالته إلى التحقيق. ثانياً، على مجلس الوزراء وضع شروط لاختيار شخصية جديدة وفق معيار الكفاءة والنزاهة والمهنية والقدرة على اتخاذ القرار. ثالثاً، فتح باب الترشيح عبر البريد الإلكتروني للشخصيات التكنوقراط المستقل بعيداً عن الكتل السياسية وأن يكون من أبناء. بالتأكيد هذا تصريح السيد مازن المازني، لكن نعود ونقول من جديد: إذا كانت اختيار الشخصية لتسنم منصب الوزارة فهو عائد للكتل السياسية، والكتل السياسية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن اختيار تلك الشخصيات لتسنم الوزارة، ولهذا دائما ما نلاحظ أن وزير ينتخب ويرشح ويوافق عليه بالبرلمان ومن ثم تنهال عليه الاتهامات وتنهال عليه يعني بعد فترة بتهم أخرى قد تكون متناقضة لما تم الموافقة عليه من خلال السي في المقدم للبرلمان. هذه مشكلة نلقيها إلى على عاتق الكتل السياسية. بالمقابل، إذا ربطنا بين الملفات جميعا التي تناولناها اليوم، الملفات الأمنية سواء كانت في محافظة صلاح الدين وفي الموصل، وما يجري الآن من تصحيح مسار سياسي قد يكون يعني مغلوط وقد يكون حقيقي بالنسبة للعملية السياسية، كلها هذه تصب في مصلحة يعني تنظيم داعش نقول. وللأسف أن هذه التخبطات التي تجري الآن تصب في مصلحة العدو، ونحن قادرين على إنهاء جميع الملفات بشكل يرضي الشعب العراقي وكذلك بشكل يفتح أمام الحكومة العراقية والحكومة المركزية بالذات آفاق التعامل الخدمي الجديد بالنسبة لمرحلة ما بعد داعش. هذا كل ما موجود باليوم بحلقتنا لهذا اليوم. تكلمنا عن ملفات عديدة منها أمنية وسياسية، نلتقيهم إن شاء الله في حلقات أخرى وتغطيات أخرى. هذا محدثكم أحمد الحديثي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.